إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. بعد توقف الأشغال أكثر من 6 أشهر، الشركة المكلفة بالمرافق العمومية متابعينا الكرام تستأنف عملها. وبعد تصحيني بعد فيديو شوف تي في اللي كنا قمنا به متابعينا الكرام حول مدينة بن سليمان، كل محفرات الطرقان كلهم محفرين متابعينا الكرام. فالشركة المكلفة بإصلاح الطرقات تستأنف العمل ديالها متابعينا الكرام، يعني وغادا تبدأ، يعني تبدأ تصلح في الطريق اللي أكثر من 6 أشهر وهي محفرة بمدينة بن سليمان كما كتشاهدوا مع الفيديو المباشر. فجابوا المفاتيح الأثناء وراهم خدامين، ف يعني كانت هذا كان مشكل في الطريق، كان مشكل على مستوى الرصيف، كان جليج كله مهرس، ركبوا جليج كله مهرس متابعينا الكرام. في هذه الأثناء كيتم التعديل ديالو، كيتم كذلك كيتم إصلاح الطرقات بعد المشكل اللي كانت فيه أو بعد أكثر من 6 أشهر وهي الأشغال متوقفة متابعينا الكرام. في هذه الأثناء كتستأنف الأشغال لإصلاح الطريق لأكثر من 6 أشهر وهي كلها محفرة متابعينا الكرام. إذن متابعينا الكرام، في هذه الأثناء الشركة المكلفة بإصلاح المرافق العمومية تستأنف العمل ديالها بعد فيديو شوف تي في اللي كنا قمنا به. الطريق كلها كانت في حالة كارثية، الآن فهم كيستأنفوا العمل ديالهم وكيخدموا كيقادوا الطريق اللي كانت في واحد الحالة يرثى لها متابعينا الكرام. أكثر من 6 أشهر وهما يا حابسين حتى اليوم عاد بداو متابعينا الكرام. في هذه الاثناء كيعمروا، جابوا هذا الكميه باش يعمروا الماء وكيصلحوا في الطريق متابعينا الكرام. فجليج كله تهرس، اقل من 3 شهور جليج كله تلاح، ركبوا واحد النوع ديال الجليج خاص بالطرق، اقل من 6 شهور بالارصفه، عفوا اقل من 6 شهور متابعينا الكرام كله تلاح، 6 شهور كله تلاح. فالان غيعاودوا يصيبوه متابعينا الكرام، يعني كيعاودوا يخدموا فيه في هذه الاثناء متابعينا الكرام. كذلك اصلاح الطريق اللي كانت كلها محفره كذلك كيعمروها من القناه في هذه الاثناء متابعينا الكرام. اذا اكثر من 6 أشهر والشركه متوقفه بعد ما قمنا بالفيديو اللي ورينا فيه الطريق كله محفره، يعني الطريق كله محفره كلها مضغوطة من الوسط، كذلك الجوانب ديالها يعني الرصيف ديالها كله كان محفر. ففي هذه الأثناء كيتم إصلاح الطريق، فالشركة استأنفت العمل ديالها وبدأت الخدمة ديالها، يعني اللي كان المفروض أنها تساليها مدة شحال هذه تسالى. إذا الحمد لله، يعني بعد ما قمنا بواحد الفيديو وضحنا فيها شنو وقع بالضبط، أنا الطريق في واحد الحالة يرتع لها وضحنا فيه ان الطريق في حاله يرثى لها، وضحنا فيه كل شيء متابعينا الكرام. فالشركه اليوم تستأنف العمل ديالها، تستأنف العمل ديالها وبدات في اصلاح الطريق كذلك اصلاح الجليج متابعينا الكرام. إذن كيف ما غتشاهدوا معنا في هذه الاثناء، عبد المجيد الشريف خويا تحياتي ليك خويا. اذا في الاثناء الكاميو حط ليه من الماء وغادي ننطلق ونشوف الاشغال فين وصلت متابعينا الكرام. اذا بعد فيديو شوف تي في، اذا لازال كيصيبوا في الجليج، لازال كيصيبوا في الطريق. شوفوا معنا هذه الحاله الكارثيه متابعينا الكرام، اكثر من 6 أشهر والشركه متوقفه على العمل. فاليوم كتستأنف العمل ديالها وكيبداو بإصلاح هذا المكان اللي هو بجانب مؤسسة عمومية، مؤسسة الفارابي متابعينا الكرام. فجليج كله تحيد الآن في الأثناء، هما كيقادو فيه كيف ما كتشاهدو معنا في هذا البث المباشر، وكيقادو في الطريق اللي هي واحد المدة اللي هي طويلة وبزاف، كانت في واحد الحالة يرثى لها متابعينا الكرام.
إذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام، بعد اللايف اللي قمنا به، ففي هذه الأثناء متابعينا الكرام، الشركة المكلفة بالنظافة تستأنف العمل ديالها متابعينا الكرام، عفوا الشركة المكلفة بالمرافق العمومية، يعني الشركة المكلفة بالمرافق العمومية، بعد الفيديو اللي كنا قمنا به متابعينا الكرام لكي يوضح الحالة الكارثية اللي كانت عليها هذا المكان أو هذا الطريق متابعينا الكرام لأكثر من 6 شهور، الشركة متوقفة على العمل، فاليوم كتستأنف العمل ديالها وكتبدأ بتصلح أمام ابتدائية الفارابي ببن سليمان، يعني بعد ما توقفت على العمل أكثر من 6 شهور وكانت موقفة، اليوم استأنفت العمل ديالها متابعينا الكرام. من غشنا فليس منا. نعم هذه الخدمة كانت خصها تكون سالات شحال هذه قانونيا، هذه الخدمة اللي كدير فيها دابا خصها تكون سالات شحال هذه، من دابا داز الجليج الأول خصهم يتعاود هذا المشكل، فهو المشكل تعاود نفس المشكل، جليج كله كيتهز بوحديتو، جليج كيتهز راسو من بلاصتو. لذلك الطرقات متابعينا الكرام، الطريق كانت في حالة كارثية، كانت كلها محفرة، فكيف ما كتشاهدوا معنا فاستأنفوا العمل ديالهم وصلحوا، كيصلحوا في الطريق وكيصلحوا بجلي في الجليج اللي كان فيه المشكل اللي كله تهز متابعينا الكرام. من المفروض ان هذه العملية او هذا المشكل ديال الجليج خصها تفك شحال هادي، يعني منين داز الجليج الاول خصو يدوز مبقاش يتهز، منين كيتهز بلاصتو يعني شي حاجة ماشي هي هاديك، منين الجليج تقلب بوحديتو يعني شي حاجة ماشي هي هاديك، هذا هو هادشي اللي كيكون متابعينا الكرام قانونيا. فالله يسر امور جميع متابعينا الكرام، وكنتمناو فقط الاصلاح لهاد المدينة وترجع الجمالية ديالها كيف كانت في الاول، كنتمناو الاصلاح لهاد المدينة الجميلة وترجع للرونق ديالها كيفاش كانت في الاول. مدينة بن سليمان كانت من بين المدن احسن المدن المغربية، ولا زالت متابعينا الكرام، فقط كنتمناو ان الكل يعني يضاعف المجهود ديالو، لكل المتابعين الكرام انه يكتف من المجهود ديالو، المسؤولين يقوموا بالدور ديالهم والله المعين بطبيعة الحال المتابعين الكرام. اذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان متابعين الكرام.